بمناسبه اليوم العالمي لمرض السكري اللي كيتجلى الاسباب ديالو هو نقص في ماده الانسولين اللي كيفرزها البنكرياس، واللي كتجلى كاين الاسباب ديالو كاين السمنه كاين ستريس كاين الاعصاب بزاف ديال الامور. وكننصح الناس ديال المرض السكري بالتوازن في التغذيه وممارسه الرياضه والعلاج وزياره الطبيب المختص. اولا انا بعدني فيا السكر مرض العصر، يعني بحيث ما تنشوفوا حتى اطفال صغار فيهم السكر. والنصيحه اللي تنصح الناس مثلا اللي فيهم امراض السكريه هما مثلا يديروا رياضه ويحاولوا ما امكن يديروا الريجيم. السكر اليوم هو مرض العصر، خص كلنا نردوا البال، ماشي بالضبط انه كبير ولا صغير ولا شي حاجه، كلنا خصنا نردوا البال باسكو مرض السكري يقدر يجيك في اي وقيته في العمر ديالك، خص المراقبه من الصغر ماشي حتى الانسان كيكبر. خصنا نردوا البال من السكريات ما نكثروش منها. المراقبه خصنا نديروها 3 مواس 4 مواس، خصنا نديرو لي زاناليز ديال السكر وديال دي تخويك واحد اخرين، ولكن اليوم حنا كنهضروا على السكر، الو خصنا نردوا البال بزاف، ما نكثروش من الحلاوه، ما نكثروش من بزاف ديال لي تخويك اللي تقدر تؤدي بنا لهذا المرض هذا. في الحقيقه في العالم كامل تيقولوا على ان داء السكري هو حاله مرضيه تيمكن الانسان يتماشى معها، لكن في المغرب هي معضله، بحيث كنشوفوا الاحصائيات الرسميه كتعطينا 1 مليون، هذا غير احصائيات رسميه، اما خفيه كان اعظم. داء السكري تيخصو يعني متابعه في التغذيه، متابعه بالادويه، تحليلات على كل يوم باش كيعرف داء السكري فين واصل. مرض السكري هو مرض يقدر يصيب اي واحد، يا صغير يا كبير، ماشي زعما سيخسر اي واحد، زعما راه يقدر الواحد يصيبو، يكون زعما ستريس يقدر يصيبو، زعما ماشي بالماكله ولا بشي حاجه، بالستريس بالضغط بالستريس ديال القرايه يقدر يصيبو المرض السكر. الياس تنطلبوا من الناس بحال هكا يمشيو يدوزوا على راسهم. مرض السكري تفاقم عندنا بزاف في هذا الوقت ديالنا، وهادشي ناتج على الضغط ولا بريسيون ديال الخدمه، والناس ما تعرفش ولا تخافش بيناتها وما تتمارسش الرياضه. للتالي انا كننصح الناس تمارس رياضه، تخرج معها بالصباح، تاكل مكسرات على الصباح الباكر، دير دي زاكتيفيتي مختلفه على شنو كدير ديما، وان شاء الله والله يشافي الجميع. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.